خلينا نبداو بالتايمينغ ساعه. ليله مباراه تنجم تاثر على اللاعبيه ما تنجمش تاثر على اللاعبيه، وبعد نمشيو الى جوهر التصريح. هو نبدا بكولي. موضوع هذا موضوع ما عنده حتى علاقه معناتها بالليله المباراه ولا. يا ولدي احنا عملنا برنامج على وادي الجيري على رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم، قال تهمونا بالتشويش. تشويش خلي تجي واحد قبل النهار. شاب تكور نهار الاربعاء. والله ما نعرف السؤال اللي قال التشويش. باهي الملاعبيه اللي باش يلعبوا ماتش فرنسا نهار الاربعاء. شنو اللي نجم ياثر عليهم تصريح هذا؟ سيكوريتي مشى لسعد بقير قال له راكم ماكش في الليست. معناتها الملاعب كي يسمع تصريح عصام توا باش يقول باش يدخل فيه غوله، معناها والله سيكوريتي نحى سعد، معناها انا باش نهبط نلعب. هو الماتش تو نحكيو فيه ساعه ماتش فرنسا شنو هو موضوع؟ اما كيفاش شنو الموضوع؟ تو نحكيو. اما معناها ما ياثر على حتى حد التصريح هذا، حتى ملاعب اليوم ما يتاثر فيه التصريح هذا، معناها شو ياثر فيه؟ معز سامحني كان جاء سب جوهرية تقول لك تاثر. هاو قالوا هاو عملنا هاو صارت هذه هاو صارت هذه، لكن انا نتصور عصام راهو ما يكذبش. قريب من الملاعبيه. قريب 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 من الملاعبيه، الكل يعرفوه ويحبوه ويحكوا شيء، دونك عنده معلومات صحيحه يعني. لو كان سعد بقير حاضر، لو كان سعد بقير نجموا نتصلوا به، اكد لنا معلومه السكيورتي فقط، لانه اللي قالوا الباقي تقريبا هو نفسه. بالله رجاء اتصال سعد بقير، خليه يدخل معنا اليوم. اليوم اللي كان ما يحبش يقوله هو بالتفاصيل اتقال على لسان عصام جمعه.